اليوم كنشوفوا المخرجات ديال الحوار اللي كيجمع بين الوزارة الوصية ديال التربية الوطنية واللجنة الحكومية اللي عينها السيد رئيس الحكومة مع النقابات الجادة اللي اليوم منخرطة في الحوار. شفناها واحد التخبط اللي كاين بين التنسيقيات اللي اليوم ناديناها ونجدناها مرارا وتكرارا باش انها تستحضر الضمير ديال الضمير المهني وكذلك تستحضر المصلحة ديال التلميذ. شفنا كيفاش اليوم تعالت الأصوات ديال الفيدراليات الممثلة للآباء أولياء التلاميذ اللي كتدعو جميع الشغيلة ديال التعليم أنها تمنح. ما حدنا كنتكلموا اليوم في هذه الأجواء اللي هي إيجابية وما حد الجميع المغاربة كلهم اليوم كيتلقاو بصدر رحب بهذا التفاعل الحكومي الإيجابي، سواء في الزيادة في الأسعار، سواء في عدم يعني وضع حدود للنقاش فيما يتعلق بتعديل بنود النظام الأساسي. الناس كيشوفوا المغاربة كيشوفوا هذا التفاعل الإيجابي للحكومة، ولكن كيشوفوا واحد المجموعة من هذه التنسيقيات ومجموعة من أصوات اللي باغا تستمر في الإضرابات. وشفنا هل اللي داير 4 أيام، هل اللي داير يومين، في واحد الوقت اللي النقابات الجادة جالسة مع الحكومة وكتعدل البنود. اليوم شفنا المخرجات ديال هذا الحوار، شفنا ما يتعلق بالمسألة ديال الموظفين، هذيك المادة 1 و 2 اليوم تتكلم على موظفي قطاع التربية الوطنية عوض الموارد. شفنا الانتصار لواحد العدد ديال الفئات اللي كانت مضرورة وكانت عندها مطالب تتجاوز 20 إنسان. شفنا ما يتعلق بهذه القضية ديال المتعاقدين انها ما بقاتش وغادي تكون عندهم نفس الامتيازات ونفس الشروط ديال الوظيفة العمومية، فبالتالي هادو كلهم مخرجات اللي هي إيجابية. نتمنى صادقين ونرجو صادقين أن الجميع يستحضر الضمير المهني ولادات المغاربة يمشيوا يقراوا، لأن مقبلين على نهاية ديال الدورة الأولى ونشوفوا يعني الاتفاق اللي غادي يتوقع واللي غادي يحصل على الرضا ديال جميع الأطراف. الملف ديال التعليم مازال مطروح، يعني الحكومة وسعت المشاورات مع يعني بعض النقابات اللي كانت يعني ما شاركتش في الحوار، ثم التنسيقيات، لأن التنسيقيات هي اللي اليوم نازلة للشارع وبقوة ومنذ أزيد من شهرين، وعندها ملف مطلبي راه فيه مطالب اللي ولات اليوم كيعرفها الجميع، اللي هي يعني إلغاء توظيف بالعقدة والربط بالأكاديميات، واللي هي رفض هذاك التسقيف ديال 30 سنة، الرفع من الأجور، ومراجعة شاملة وشمولية لهذا المنظومة التربوية حفاظا على المدرسة العمومية الجيدة المجانية اللي غادي تحقق تكافؤ الفرص، لأن الأساتذة هما العمود الفقري ديال المدرسة العمومية وخصها تخدم بعين الاعتبار المطالب ديالهم. تنظر الحكومة اليوم بدات كتفهم بأنه المنحة اللي غادية في المدرسة العمومية منذ عقود راه منحة خطير جدا، لأن لا تنمية بدون النهوض بالمدرسة العمومية الجيدة اللي غادي تكون لنا الأطر اللي احنا محتاجينهم اليوم محتاجينهم غدا. ولهذا يجب الأخذ بعين الاعتبار كل فئات، ماشي غير الابتدائي والإعدادي والثانوي، ولكن كذلك مربيات المربيين اللي هما التعليم الأولي اللي هما اليوم كيتوظفوا مرتبطين بجمعيات. يعني ما يمكنش البعثات اللي عندنا في المغرب كتشوف بأن التعليم الأولي مرتبط بالتعليم الابتدائي، إذا الوظيفة العمومية هذا الشيء راه ما يمكنش أننا نسمعوا لتوصيات المؤسسات المالية باش يمكننا نحافظوا على المدرسة العمومية. وكنتمناو أنه مع نهاية هذه السنة 2023، السنة ديال المتاعب، السنة ديال الاحتجاجات، السنة ديال غلاء المعيشة، السنة ديال ضرب العيش الكريم، أنه يتم الاستماع للأساتذة ويتم يعني السحب ديال هذا النظام الاساسي المجحف، ويدار واحد النظام اللي هو باتفاق وتشاور مع السيدات والساده الاساتذه والنقابات الجاده باش يمكن لنا نوضعوا المدرسه المغربيه، نعيدوا الوضع ديالها على السكه الصحيحه. انا اللي بان لي هو انه اليوم الحكومه كتتحمل كامل المسؤوليه في هذا الزمن المدرسي، ومعاه الزمن السياسي ومعاه الزمن التعليمي، وبالتالي لا يعقل ان حكومه الوقت اللي كتكون كتقوم يعني بالمهام المنوطه بها وكتحمل مسؤوليتها ان تخلي احتجاجات في الشارع لمده يعني كتتجاوز شهرين وتلامد خارج الاقسام وتجاهلت يعني المطالب بواحد الشكل غير مسؤول وغير مقبول، وبالتالي كيبين على انها ما قدراتش تلتقط اللحظه في الوقت اللي كان خصها تلتقطها، لانه كانت مطالب مرفوعه رفعها الشارع المغربي، رفعتها وكانت محطوطه على الطاوله ديالها من خلال الملفات المطلبيه ديال النقابات، فاذا بالحكومه يعني انتظرت واحد المده طويله باش يمكن لها تتعامل مع المطالب المرفوعه. وبالتالي اليوم اذا كان تلميذ
التلميذ اليوم كيتوجد خارج اسوار المدرسه وكيضيع عليه يعني الزمن المدرسي ديال التمدرس وديال التعلم، فالحكومه هي المسؤوله عليه. اليوم كاينه بعض المطالب اللي تم يعني نسبيا التفاعل الايجابي معها، ولكن تيبقى ان امام الحكومه مسؤوليه في انها وبدون يعني تسويف ولا مزيد من هدر الزمن في انها تستجب لباقي المطالب المرفوعه. وفي الحقيقه الرساله ديالي كنوجهها للحكومه، هي اللي خصها دير اللي خصها دير باش تحفز الاساتذه يرجعوا للاقسام والتلاميذ يرجعوا للدرس ديالهم والاسر حتى هي ترتاح، وهاد الوليدات يستدركوا ما فاتهم من دروس وكذا، ويلقوا امامهم الاستاذ فرحان لانه كتكون الحكومه حتى هي احترمت الاستاذ واستجبت المطالب الاساسيه ديال هذه المعركه المشرفه السلميه اللي خاضوها السيدات والساده الاساتذه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.